هيدي المرحلة تختلف. هلأ صرت تختار أنت فئة من 9 فئات عنا إياهم، بنسألك سؤال من ضمن هذه الفئة. تمام، أوكي إن شاء الله. يلا جاهز؟ جاهز بإذن الله. خلينا نشوف الفئة. فن أم تاريخ؟ تاريخ أكيد. تاريخ. تاريخ. سؤال من التاريخ. في أي عام هجري وقعت حرب صفين؟ 30 هجرية، 45 هجرية، 37 هجرية، 35 هجرية. هي حرب صفين، وبيقولوا معركة صفين. معركة صفين بس نعم. حرب يعني بعض الاجتهادات بيقولوا حرب لأنه طالت شوي. نعم. و بدك تحطها بالتاريخ. حرب صفين متى نعم. حصلت؟ واضح الأرقام، التواريخ متقاربة صراحة. متقاربة نعم. نعم، بس إحنا إذا عملنا تحليل للموضوع. صح، تفضل. يعني خلافة الإمام علي عليه السلام. الإمام علي نعم. طبعا في خلافة نعم. الإمام علي كان خليفة السلام. وكان خليفة بالتأكيد نعم. فالحكم تولى من بعد عثمان بن عفان خليفة، فكان 23 تولى عثمان، في 13 سنة كان 36، فكان معناها بعد 36، فإحنا 30 و35 أعتقد رح نتجاوزها. نعم. وبما أنه كانت في بداية فنروح مع 37. 37 نهائي. جواب نهائي. ولأنه ما معقول تكون بعد 45. ما معقول نبلش. الإمام علي استشهد بالأربعين. هجرة للهجرة. الجواب صح. 34. هلأ ننتقل إلى السؤال الثالث، بس بدنا بالأول نختار الفئة. إن شاء الله. معلومات عامة جغرافيا. نروح عند الجغرافيا. جغرافيا. نعم. يلا سؤال من الجغرافيا. يعني هاي مرتين بيحطوا لك معلومات عامة كأنه بدهم إياك بالمعلومات. لا. نخليها. إيه. لسه. ما هو أعلى جبل في إفريقيا؟ جبل كاترين، جبل كاريسيمبي، جبل كليمنجارو، جبل فوغو. جبل كاترين أعتقد في مصر. سيناء. لكن هو المعروف. معروف. وفي بإفريقيا. وفي فيلم عنه، ودائما يكون القمة ما تثلج اللي هي كليمنجارو. كليمنجارو. نعم. كليمنجارو أو كليمنجارو. كليمنجارو. استبعدت الثلاثة الآخرين؟ نعم، لأنه غالباً هذا هو الأشهر يعني. أي. بالأخير هو السؤال يعني المعلومة أما موجودة أو لا يعني. نعم. فأنا رحت مع جبل كليمنجارو. نعم. كليمنجارو. نهائي. جواب نهائي. نهائي. استبعدت فوغو ليه؟ عفواً. استبعدت فوغو ليه؟ للأمانة ما عندي فكرة عنه. نعم. حتى واحد يكون صريح، لكنه جبل كاترين أنا أعرف أنه في مصر. نعم، بسيناء. نعم. سيناء. سيناء. نعم. يعني كليمنجارو من المعلومات يعني في الذاكرة هو ايه؟ الجبل الأشهر، وأظن هو الأعلى، أعلى قمة في أفريقيا. يا سيدي كان معك 2,000,000 دينار وصاروا 300. الحمد لله. ما تنسى فيك تثبت لما بدك. تمام. وبدنا نروح إلى السؤال. سؤال 5,000,000 بنختار فيها. نعم. سياسة أم رياضة؟ خلينا نروح رياضة. يا أخي رياضة؟ رياضة. تهرب من السياسة أفضل. طيب. أنت سيد العارفين أستاذ جورج. لا والله سياسة منيحة. لا هي مطلوبة لكنه نخليها أيضا. نعم. يلا السؤال السابع. في أي عام انضم العراق إلى اللجنة الأولمبية الدولية؟ 1948،
1958 1938 1968 تمام، تحديدا 1 يناير يعني 1 كانون الثاني 1948 48 وأظن أول انتخابات صارت في شهر 3 يعني نفس السنة. إيه متأكد؟ أنا ما عندي فكرة يعني المعلومة، أنا بخاف لأنه المعلومة عندي لأنك منك مثبت بعد، أنا بخاف تصير على الصفر على الحضيض. شو 1948 نهائي؟ نهائي نعم نهائي 1948 نهائي. ما شاء الله معلوماتك الرياضية ممتازة إن شاء الله. اختصاصي مسابقات شكلك. لا حب الاطلاع أستاذ جورج. والله بالزمان في كان طبيب، نعم، تارك الطب وراكل وراء المسابقات. ما في مسابقة بالعالم العربي إلا ما بيشترك فيها. سبحان الله. نعم نعم ما بنسى. اشترك معي بمن سيربح المليون وفاز. والله بالأسئلة الأولى خسر. المهم الجواب صح. صاروا 5 ملايين الحمد لله.